بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وهالبطولة بتكون من تاريخ 10 إلى تاريخ 14 من شهر 2 2019، وهالبطولة بتكون هنا عندنا في دبي في منطقة الروية بمشاركة دول العالم. اليوم مشاركة شرطة دبي في معرض انترسك، مشاركين بالدوريات الفارهة، وعندنا الدرونز اللي موجودات حاليا، وعندنا المركز الشرطة الذكي. أيضا عندنا الدرون اليوم الجديدة اللي هي درون الأول من نوعها، اللي هي من طريق الهيدروجين، اللي هي أن تطير مدة 3 ساعات غير عن الطيارات الباقية اللي هي درونز الباقيين.